لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي طلاب الصف الثاني الثانوي بعد التحية، مرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات القواعد ومع أسلوب الإغراء والتحذير للنصف الثاني من العام الدراسي 2012-2013. أحبائي أعزائي، درسنا فيما سبق أسلوب الاختصاص، ولكن اليوم سوف ندرس معا أسلوبا جديدا وهو أسلوب الإغراء وأسلوب التحذير. طلابي طلاب الصف الثاني الثانوي، كل عام وأنتم الخير لمصر. أحب أن أبدأ معكم بقول أبي القاسم الشابي: من لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فكل عام وأنتم الخير. نبدأ أحبائي بأسلوب الإغراء والتحذير. أولا نتعرف معا على معنى الإغراء. فأسلوب الإغراء هو أسلوب نستخدمه لنحث به المخاطب على أمر محمود ليفعله، ويسمى الأمر المحمود مغرى به. مرة أخرى، هو حث المخاطب على أمر محمود ليفعله، ويسمى هذا الأمر المباشر مغرى به. ونبدأ نوضح الفرق بين هاتين الجملتين. فعندما أقول العمل ضرورة إنسانية، هنا أنا أتحدث عن مبتدأ العمل ضرورة، خبر مرفوع بالضمة، إنسانية نعت مرفوع بالضمة، وهي جملة اسمية مفيدة. لكن لو لاحظنا أحبائي الطلاب هذه الجملة، العمل فهو ضرورة إنسانية. انظر إلى هذه الجملة، كأنه يحثني على شيء فيقول العمل فهو ضرورة إنسانية. أحبائي، لو قلت العمل هو ضرورة إنسانية فقط بدون الفاء، سيكون هذا الأسلوب أيضا أسلوب خبري، سيكون الفعل الاسم العمل مبتدأ مرفوع بالضمة، وهو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ ثاني، وضرورة خبر للمبتدأ الثاني، وجملة هو ضرورة خبر للمبتدأ الأول. ولكن هذه الفاء أحبائي هي التي صنعت المعنى، هي التي تشبه السبب، وكأني أقول لك السبب هو ضرورة إنسانية. فالفاء هنا وضحت الأمر عندما قلت لك العمل، كأني أقول لك إلزم العمل لأنه أو فإنه أو فهو ضرورة إنسانية. يبقى من خلال هذين الأسلوبين، هذا الأسلوب الخبري وهذا الأسلوب الإنشائي، فهنا أسلوب خبري وهنا أسلوب إنشائي لأنه يبدأ بأمر، نلاحظ الفرق بينهما. لذلك لاحظ أسلوب الإغراء عندما أقول العمل ونسكت قليلا ثم نقول فهو ضرورة إنسانية، الصدق فهو ينجي صاحبه، وهكذا. أحبائي وأعزائي الطلاب، انظر إلى هذه الأمثلة. أيها الطالب، الصدق في الأقوال، العلم العلم فإنه سلاح، الصدق والأمانة فبهما يصلح حالك. فنجد أن هذه الكلمات الصدق في الأقوال كأني أقول لك إلزم الصدق في الأقوال، فأنا أحثك على شيء محمود. وهنا أيضا العلم العلم فإنه سلاح. لكن لو قلت شباب مصر
الصدق في الأقوال. الجملة الأولى هي نداء، والجملة الثانية أو الأسلوب الثاني هو أسلوب الإغراء. عندما أتحدث عن الصدق والأمانة فهو أسلوب إغراء، فهما كلمتان محمودتان، ويتضح ذلك من خلال المعنى. أحبائي الطلاب، علينا أن نتمهل في فهم المعاني حتى نستطيع أن نحدد الأسلوب. أحبائي، ننتقل إلى النقطة الثانية والمهمة، وهي صور المغرى به. للمغرى به الصور ثلاثة، فيأتي المغرى به مفردا، والمقصود بالإفراد هنا كلمة واحدة، كلمة واحدة فقط. الإفراد هنا المقصود به كلمة واحدة، الصدق، فإنه فضيلة. إن حرف توكيد ونصب، والهاء ضمير مبني في محل نصب اسم إن، وفضيلة خبر إن مرفوع بالضمة. هذا هو الشكل الأول أو الصورة الأولى لأسلوب الإغراء، الصدق، فإنه فضيلة. ويعرب في هذه الحالة المغرى به، وكلمة الصدق تعرب دائما مفعولا به لفعل محذوف جوازا تقديره إلزم الصدق، إلزم الصدق، وكأن هنا كلمة إلزم، كأن هنا كلمة إلزم، هذه الكلمة كأنها هنا ولكن حذفت جوازا، فإذا وضعت لا بأس، إلزم الصدق فإنه فضيلة. الشكل الثاني من أشكال المغرى به أحبائي وأعزائي أن يأتي المغرى به مكررا، وهنا التكرار واضح، الصدق الصدق فهو منجاة للمرء. الصدق مفعول به لفعل محذوف هنا بقى وجوبا، التكرار يوجب حذف إلزم، فأقول الصدق مفعول به، والصدقة الثانية توكيد لفظي منصوب بالفتحة، هو من جاء جملة خبر. إذا يعرب المغرى به في هذه الصورة، وهي صورة التكرار، صورة التكرار، انظر أهو، الصدقة الصدقة، يعرب مفعولا به لفعل محذوف وجوبا، هنا بقى أحبائي وجوبا، يبقى في الإفراد جوازا، أما في التكرار وجوبا تقديره إلزم. الصدقة الثانية ستكون توكيدا لفظيا ذكر. الشكل الثالث هو العطف، الصدق والأمانة. يبقى الصدقة الأولى تعرف مفعول به لفعل محذوف وجوبا أيضا تقديره إلزم، والأمانة معطوف منصوب، هذا إعراب. فمن الممكن أن تعطف المفردات على بعضها البعض. ننتقل أحبائي إلى الجزء الثاني من هذه المحاضرة، وهو أسلوب التحذير. كيف يتم أسلوب التحذير وما هو معناه؟ هو عكس أسلوب الإغراء، هنا تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليحذره ويتجنبه، ويسمى الأمر المكروه هنا محذرا منه. يبقى الأمر المحبوب كان إغراء يسمى مغرى به، أما هنا يسمى محذرا منه. ونفس الفكرة، الأمثلة ستجدها، ولكن الكلمات التي ستذكر كلمات مذمومة، الخيانة فإنها خلق مذموم، هكذا بدلا من إلزم سأقول احذر، يبقى الفعل أو أحذر من الخيانة. والتدخين فإنه عادة سيئة، ولكن صور المحذر منه تزيد صورة كما سنرى. ففي الإغراء الإفراد والتكرار والعطف، وفي التحذير أيضا الإفراد والتكرار والعطف، ولكن نزيد هنا صورة وهي إيا، لفظ إيا يأتي بعده أيضا محذر منه، وتكون أيضا هي محذرا منه، وسنرى ذلك من خلال الأمثلة. فصور المحذر منه أحبائي طلابي، طلاب الصف الثاني الثانوي، كما ترون الإفراد الكذب فإنه رذيلة، فالكذب مفعول به لفعل محذوف جوازا تقديره احذر أو أحذر. التكرار الكذب الكذبة، العطف الكذب والخيانة، فبهما تدخل النار إن شاء الله. إياك الكذب. من هنا نبدأ أحبائي نتحدث عن إياك، وكيف تأتي صور إياك أو ما بعد إياك الكذب.
إياكم والكذب، إياك من أن تكذبي أو إياك أن تكذبي، يبقى إياك الكذب، إياكم والكذب أو إياك والكذب، إياك أن تكذبي، إياكما من الكذب. هنا كأنها مفردة، هنا كأنها معطوفة، هنا وكأنها بعدها مصدر مؤول، بعدها مصدر مؤول. المصدر المؤول أن تكذب في محل نصب مفعول به، لذلك سنجد أيضا التكرار. من الممكن أن نقول إياك الكذبة، إياكم والكذبة، إياك أن تكذبي، إياكما من الكذب. أحبائي انظر هنا كيف نتعامل مع لفظة إيا. أولا إيا نتعامل معها على أنها ضمير مخاطب، ولا على أنها لفظ بمعنى أنت، وفي هذه الحالة يكون مفعول به. نعم، هي إياك نعبد تختلف عن إياك الكذب، فإياك كلها هنا ضمير يعود على لفظ إياك نعبد، يعني أنت نعبد، وهنا تعرف مفعول به. هنا أيضا لفظ إيا مفعول به لفعل محذوف وجوبا، هنا بقى كله يكون وجوبا تقديره احذر، يبقى إياك مفعول به والكاف ضمير مخاطب، يأتي للمفرد ويأتي للمثنى إياكما، ويأتي للمؤنثة إياك، ويأتي للجمع وهكذا، وإياك والمفرد المذكر. لذلك يعرب لفظ إيا مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أحذر إياك. إذن ينبغي يا أحبائي أن نتذكر يعرب المحذر منه دائما على أنه مفعول به لفعل محذوف جوازا في الإفراد ووجوبا في باقي الصور تقديره أحذر أنا. وقد يكون المحذر منه مفردا أو معطوفا فيعرب مفعولا به لفعل محذوف وجوبا تقديره أحذر، أو مجرورا بحرف الجر منه. أحبائي نتدرب على ذلك، فالتدريب أو الإعراب هو خير وسيلة للتدريب. إذا ننظر إلى هذه الجملة، الصدق الصدق في العمل أيها الناس، الصدق نعم مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره إلزم، هنا إغراء. الصدق الثانية توكيد لفظي منصوب بالفتحة الظاهرة للصدق الأولى، في حرف جر مبني لا محل من الإعراب. وأخيرا العمل اسم مجرور. مثال آخر، إياك الكذبة، إيا ضمير مبني في محل نصب، ضمير مبني في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أحذر إياك، أحذر أنا إياك. والكذب أيضا مفعول به ثاني، والكذب طبعا ضمير في محل جر مضاف إليه، والكذب مفعول به ثاني منصوب بالفتح. إذن المعنى أحذر إياك الكذبة. مرة أخرى، أحذر أنا أنت الكذبة، وهكذا وضح المعنى. إياكم والغفلة، إياكم هي مفعول به في محل نصب ضمير طبعا بفعل محذوف، والكاف حرف خطاب في محل جر بالإضافة، والميم علامة الجمع لا محل من الإعراب، والواو حرف عطف مبني لا محل من الإعراب. هنا عطف جملة على جملة، يعني إياك أحذر إياكم، أحذر إياكم، وأيضا أحذركم من الغفلة. فهنا من باب عطف الجمل، إذا أردت أن تعطف الغفلة على إياه لا بأس، وإذا أردت أن تقول مفعول به كان هنا عطفا، والمفعول به هنا الغفلة لفعل أيضا محذوف تقديره وأحذره أو إحذاره الغفلة أيضا لا بأس، لكن المعنى أحذر إياكم وتجنبوا الغفلة. إذن هنا الواو حرف عطف، وجملة تجنبوا الغفلة كلها معطوفة على جملة أحذر إياكم، هذا هو المعنى الأصلي لإياكم والغفلة. إياكن من الشائعات، فإياكن مفعول به مباشرة لو أردت أن تقول هكذا في محل نصب لفعل محذوف تقديره احذروا، والكاف حرف خطاب في محل جر مضاف إليه، والنون علامة جمع المؤنث لا محل لها من الإعراب، من حرف جر، وشعت اسم مجرور بمن علامة الجر الكسرة. أحبائي ننتقل إلى الجزء الأهم والجزء الثالث لننهي هذه المحاضرة.
وهي المناقشة. نحن نتناقش معا لنرى كيف تأتي الأسئلة ونحاول أن نجيب عليها معا. سأترك لكم بعض الوقت حتى تفكروا في إجابات هذه الأسئلة. أغربي الصلاة، الشهامة، الصدق بكل صور الإغراء الممكنة. هنا الثلاث صور: الإفراد والتكرار والعطف. يعني لابد أن تستخدم الصلاة وإيه، والشهامة وإيه، والصدق وماذا. هكذا هذا الاستخدام يجعلك تعطف كلمة أخرى. أما الصلاة الصلاة، الشهامة الشهامة، الصدق الصدق، فهذا مكرر. الصلاة فإنها كانت على المؤمنين كتاب، هكذا. الشهامة فهي من صفة العظماء. الصدق لأنه منجاة. حذر من الغرور، التهاون، الغيبة. لكن أحب أن أوضح لكم أمرا. إذا أتت لك كلمة تصلح أن تكون إغراء أو تحذيرا، مثال: السيارة. فلو قلت السيارة فإنها مسرعة نحوك، يبقى هنا تحذير. ولو قلت السيارة فإنها توفر الوقت والجهد، فإنه إغراء. إذا استخدامك للكلمة حسب رؤيتك وتكملة المعنى للجملة هو الذي يحدد لك إذا كان أسلوب إغراء أم تحذير. السؤال: أعرف ما يأتي. النزاهة والشرف. النزاهة مفعول به لفعل محذوف وجوبا، تقديره إلزم النزاهة، واتجه الشرف والزم الشرف أيضا. فتكون الشرف معطوف على النزاهة منصوب، أو مفعول به ثاني والجملة من الفعل المحذوف والمفعول الثاني والمفعول به هي جملة معطوفة على جملة النزاهة بحرف العطف الواو. الجهاد، الجهاد مفعول به لفعل محذوف وجوبا، تقديره إلزم. التقصير والإهمال يبقى مفعول به لفعل محذوف، تقديره احذر. إياك المزاح، تمام تمام. المزاح مفعول به ثاني، تمام. إياكم والزور، بين فيما يأتي أساليب الإغراء والتحذير ثم أعرف ما تحته قبل. فإياك، إياك. المرء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب. إياك، إياك، هذا تحذير، نعم. أخاك، أخاك. إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. يعني إلزم أخاك، لأن من لا أخا له كالساع إلى الهيجة، إلى الحرب، الهيجاء، حذفت الهمزة للتخفيف، بغير سلاح. هنا أخاك مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا، نعم. وعلامة النصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة، تمام. أسلوب إغراء، نعم نعم، هو أسلوب إغراء. وأخاك الثانية ستكون توكيد لفظي، تمام، لفعل، ولا توكيد لفظي مباشر كده منصوب بالألف. يعني أقول توكيد لفظي لفعل محذوف؟ لا، توكيد لفظي منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. اجعل كل اسم من الأسماء التي محذرة منه في تعبيرات من أنشائك: السياحة في الأمواج العالية. طيب انظر، لو قرأت السياحة فقط من الممكن أن تعتبرها إغراء، لكن هنا في أو السباحة، هنا السباحة وليست السياحة، السباحة في الأمواج العالية هنا تحذير. إياك والإفراط في تناول الطعام أيضا تحذير.
السباحة في الأمواج العالية، يعني احذر. لكن إذا أردت أن تقول السباحة مبتدأ وفي الأمواج العالية خبر، فما هذا المعنى؟ كيف تقصد أن المعنى السياحة في الأمواج العالية؟ ما معنى هذه الجملة السباحة في الأمواج العالية مالها؟ إذن يعني ينقص الخبر هنا، لذلك لا تستطيع أن تقول أن السباحة مبتدأ، إنما هي مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره إلزم السباحة في الأمواج العالية، ولا مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره احذر السباحة. احذر، نعم، برافو. وهكذا إياك والإفراط في تناول الطعام، فهو تحذير. فيما يلي أساليب إغراء وتحذير، بين نوع كل منهم وما يجب فيه حذف الفعل وما يجوز فيه مع ذكر السبب. عليك بالرفق وإياك والفحش. هنا أحبائي كثير من الطلاب يظن أن عليك هو أسلوب إغراء. لا، عليك هذا اسم فعل أمر بمعنى إلزم، فهو اسم فعل أمر بهذه الطريقة مبني بمعنى إلزم، بالرفق جار ومجرور. ولكن أسلوب التحذير هنا هو إياك والفحشة، إياك والفحشة، فهذا هو أسلوب التحذير، وهنا وجوبا حذف الفعل فقط في هذه الجملة. طاعة الله حتى تفوز بالجنة، طاعة الله، وهنا إلزم طاعة الله، فهو أسلوب إغراء وحذف هنا الفعل جوازا. التعاون على البر والتقوى، أيضا أسلوب إغراء والفعل محذوف هنا جوازا. إياك والمزاح وجوبا. أحبائي أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي، سعدت بلقائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أدعو لكم بالتوفيق وبكل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.